قال: وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لو بنتي سارقة بقطع على أيديها. ما في كلام، هذا حد، ما في كلام. قال: لقد أهلك من كان قبلكم، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. هذا أنتم بتسويون مثل الأوليين، يوم الواحد كبير هذا واحد يعاوده يختلس ويسرق ما حد يسجنه، واحد يصدر ضد الأحكام. حتى لو ركضت في المحاكم تركض سنتين ثلاث وفي الأخير ما يقام عليه شيء. ليش؟ لأنه ود الكبارية ود الشيوخ ود السيايل ود الوزير ود المشير، هذا ما عليه كلام، يختلس ويوكل ويشرب وياكل الملايين ويخون الأيتام ويسرق أموال الدولة وفي الأخير يتبحبح وما حد يقول له شيء. أما إذا واحد سرق ريال، أوه هذا جريمة، هذه خيانة في حق الوطن، هذه إيش؟ خيانة في حق الوطن. إذا صاد لك غزالة من المحمية هذه خيانة في حق الوطن، وهذاك اللي سرق البلايين ما خيانة في حق الوطن، فهذا يقام عليه الحد، وهذا هذا المسكين يقام عليه الحد، وهذا الكبير ما حد يعاوده. هذه هي المصيبة العظمى التي ابتلي بها المسلمون، هذه هي المصيبة التي ابتلي بها المسلمون، ولذلك كثرت الخيانات وكثر الضياع والعياذ بالله. فالوديعة أمانة، والمنصب أمانة، الكرسي أمانة، هذا الكرسي اللي يجلس عليه الوالي ولا يجلس عليه السلطان ولا يجلس عليه الحاكم ولا يجلس عليه الوزير، هذا الكرسي أمانة، ويسأل عنه يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى.